الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم دين السماحة، برنامج ما زلنا نستعرض ونقف من خلال حلقاته على صور السماحة الإسلامية وصور التشريعات السمحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتعاملاته عليه الصلاة والسلام. وسنمضي في هذا الخط لنقف على هذه السماحة الإسلامية في العقائد وكذلك في التشريعات والشرائع، ولكن بعد هذا الفاصل اليسير بإذن الله. حياكم الله مرة أخرى إخواني وأخواتي الكرام، ونسأل الله جل في علاه أن يعمر أوقاتنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى بالحق وبالصبر. من العلاقات الإنسانية التي اهتم واعتنى بها الإسلام بتشريعاته الحكيمة علاقة الزوج بزوجته، وكذلك علاقة الزوجة بزوجها، لأن هذه العلاقة من أخص العلاقات الإنسانية، علاقة الزواج، علاقة النكاح، علاقة عقد القران. ولذلك اعتنى الإسلام بتنظيمها قبل العقد وبعد العقد وقبل الدخول وبعد الدخول، بل حتى ما يتعلق بتنظيم شؤون الحياة الزوجية بالتفاصيل وبالخصوصيات، جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها بيانا مفصلا. وخلاصة التشريعات الإسلامية في ذلك أنها تحمي الزواج وتنصب حوله الدروع لحمايته من إشكالية الانفصال أو انهيار الأسرة. ولهذا لا بد حتى قبل الزواج أن يكون هناك حسن اختيار من قبل الزوج وأهله ومن قبل الزوجة وأهلها، لا بد من التحري والسؤال والتدقيق في من يقع عليه الاختيار ليكون زوجا أو لتكون زوجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك تفصيلات كثيرة سنأتي لذكرها. ولما كانت القوامة في الزواج وفي الأسرة تعود للرجل للزوج كما هو الحال الطبيعي في كل التشريعات وفي كل العقائد وفي كل الأديان، يتحمل جزءا من المسؤولية ويتولى الإدارة بمعاونة ومشاركة كبيرة من الزوجة. لما كان الأمر كذلك كانت مسؤوليات الزوج أعظم وأكثر، وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بحسن العشرة والمعاشرة وبحسن الأخلاق لزوجته أكثر مما جاء في غير ذلك من المقامات. ولهذا معنا اليوم حديث جليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديثه عليه الصلاة والسلام جليلة عظيمة.
معنا حديث روته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في سنن الترمذي: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا، وخيركم لنسائهم. أحاسنكم في رواية أحسنكم أخلاقا، وخياركم لنسائهم. لو تأملنا هذه الأحاديث الصحيحة نجد أن فيها تنبيهات نبوية عظيمة للزوج وللرجال وكذلك للزوجات. أحسنكم من البشر أحسنكم خلقا، في رواية أحاسنكم أخلاقا، يعني أحسن الناس دائما يكون صاحب الأخلاق الحسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. ارتباط وثيق بين الإيمان وبين مكارم الأخلاق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أثقل شيء في الميزان قال: تقوى الله وحسن الخلق. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. شوفوا الأخلاق وأثرها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الإنسان بأخلاقه الحسنة وطباعه الدمثة يبلغ درجات عليا جدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إنسان يصوم النهار ويقوم الليل، هذا الذي حسنت أخلاقه يبلغ درجة هذا الذي يصوم النهار ويقوم الليل، حتى لو لم يكن هذا الخلوق والمتخلق بالأخلاق الحسنة من أهل قيام الليل ولا من صيام التطوع في النهار، مما يدل يا إخواني على عظم شأن الأخلاق في الدين. والأخلاق من أسها الخلق في التعامل مع الناس، وهو خلق يتفاوت. هناك أخلاق وتعاملات واجبة وهناك تعاملات مستحبة تتفاوت بحسب حق الإنسان عليك. يعني مثلا الأخلاق مع الوالدين ليست كالأخلاق مع غيرهم، الأخلاق بين الزوجين ليست كالأخلاق مع غيرهم. وإلا الأساس عندنا في الإسلام في قاعدة هذا الدين العظيم وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قوله: وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو الأساس، وخالق الناس. حتى من فصاحته عليه الصلاة والسلام أنه قال: وخالق الناس، ولم يقل: وخالق المسلمين. لا، المخالقة الحسنة مأمور بها مع الناس كافة، مع المسلم وغير المسلم، مع العربي وغير العربي، مع الحاكم والمحكوم، مع الغني والفقير، مع القريب والبعيد، مع الرجل ومع المرأة، مع الكبير والصغير. الكل لا بد أن تكون إذا كنت من أهل الإيمان السليم ومن أهل كمال الإيمان عليك أن تتخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس حتى تحقق هذا الإيمان وهذا الكمال الإيماني المنشود. لاحظوا هنا يقول صلى الله عليه وسلم: أحسنكم خلقا، وخيركم لنسائهم، بالروايتين خياركم أو خيركم. معناها في ارتباط عظيم بين الأخلاق الحسنة وبين الخيرية للنساء وللزوجة. طبعا في قوله وخيركم لنسائهم
من أهل العلم من قال أن هذا عام ليس خاصاً بالزوجة، كل امرأة وكل من تندرج تحت لفظ النساء ممن يعيش في محيطك أنت مأمور بالإحسان إليهم، وخيريتك لهم لتلك النسوة هي معيار خيريتك عند الله عز وجل. يعني الخيرية للوالدة وللأخت وللبنت وللخالة وللعمة ولذوي الأرحام من حولك، حتى زوجة الولد وحتى كذلك يعني بقية القريبات منك من ذوي الحواشي أو الأرحام، أنت مأمور أن تكون خيرا في حقهن حتى تحقق هذه الخيرية. ومن أهل العلم من قال أن هذا خاص بالزوجات، ولكنه قول بعيد. الصحيح أنه عام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم وخياركم خياركم لنسائهم. اسمحوا لي أستأذنكم في هذا الفاصل وألقاكم. الله مرة أخرى إخوتي وأخواتي الكرام، وخياركم خياركم لنسائهم. أتمنى أن يدرك الرجال، الأزواج والآباء والإخوان والأبناء، أن يدركوا أن معاملة المرأة عبادة قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، أي شخص أي إنسان من المسلمين تتبسم في وجهه هذه صدقة، فما بالك في تخلقك بالأخلاق الحسنة مع أقاربك وأرحامك، مع والدتك وزوجتك وابنتك وأختك وخالتك وعمتك وهلم جرة من النساء. لا شك أن هذه المعاملة والمخالقة الحسنة يا إخواني الكرام، لا شك أنها عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معيار أنت تتعامل مع الناس كما أمرك الله سبحانه وتعالى، ليس تقديسا لهم وليس عبادة لهم وليس تزلفا لهم. الزوجة حين تطيع الزوج هي تطيعه لأن الله أمرها بذلك، والله ما أمر بذلك إلا لحكمة حتى تستقيم الحياة الزوجية وتستقيم الأمور بأقل الخسائر وبأقل المشاكل إن لم يكن قد انتفت بالمرة. كذلك نحن نطيع الآباء نطيع الأمهات لأن الله أمرنا بطاعتهم، وليس من باب أن نقدسهم أو نعبدهم من دون الله، وليس في هذا الذل كما يقول البعض يعني أو يحاول أن يظهر أن طاعة الزوجة لزوجها فيها نوع من التذلل وفيها نوع من الذل، أو أن طاعة البنت لوالديها أو لأمها أن هذا فيه نوع ذلة. لا أبدا، هذا ليس بصحيح، والحياة لا تستقيم إلا كذلك. نحن في الدولة التي نعيش فيها عسى الله يحفظها أو في أي بلد، إن لم تطع أوامر الحكومة والسلطة التنفيذية والجهات المسؤولة فيما أمرتك به من التزام النظام ومن عدم التجاوز إلى آخره، إن لم نطعها تكون مشاكل كثيرة. ربما أعطيكم نموذجا مصغرا فقط، التزام نظام الإشارات المرورية، عندما تكون الإشارة حمراء لا تتجاوز، وعندما تكون خضراء انطلق، وعندما تكون صفراء اللون معناها أن تكون مستعدا للوقوف أو للانطلاق. لكن لو واحد قال لا يا أخي هذه فيها نوع ذلة واستعباد للناس وأنا راح أطوف الإشارة بالوقت اللي أنا أقرر، ستحصل كوارث ومجازر كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحياة المدنية الحقيقية، أن تعيش حياة جماعية، ما تحس أنك أنت بروحك عايش في المجتمع، لا بد تراعي مشاعر المجتمع.
المجتمع الصغير في بيتك وأسرتك، والمجتمع الكبير الذي تعيش فيه أنت وأسرتك وأهلك. ولهذا قضية طاعة الزوج لزوجته في غير معصية الله أو الاستنارة برأيه، هذا ليس عيبا كما يظن البعض. يعني البعض يجعل أن مشاورة الزوجة صفة انتقاص للرجل ولرجولته، وهذه بلا شك من الجاهلية. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أشارت عليه أم سلمة أخذ برأيها وأخذ بمشورتها في صلح الحديبية كما تعرفون، والصحابة كانوا يرجعون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويستشيرونها في أمور كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة لما جاءه الوحي وأصابه الفزع مباشرة هرع إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، المرأة العاقلة الحكيمة. ولهذا محاولة وصف النساء أن كل النساء ناقصات عقل ودين بهكذا إطلاق، هذا لا يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك من النساء من كملت في عقلها، بل إن من النساء من يزن عقلها عقول آلاف إن لم يكن ملايين الناس. ولهذا لو أن الرجل أخذ بمشورة زوجته في أمر حكيم، خصوصا فيما يتعلق بالأسرة، والله تقدم واحد حق خطبة بنيتنا، هاي يا أم فلان إيش رايك؟ شو تشوفين؟ والله أنا أشوف كذا، أنا أشوف كذا. أحيانا يكون رأيها غير صحيح، وأحيانا يكون رأيك أنت أيها الزوج غير صحيح، لكن بالمشاورة بالتباحث بالتشاور بإذن الله تعالى ستصلون، بارك الله فيكم، إلى الرأي الأقرب للصواب إن لم يكن صوابا. وهنا لعلي أعرج على نقطة هامة جدا، كثير من الناس يجتهد في السؤال عن الخاطب ويتحرى، وهذا هو الصح، وهذا من حق ابنتك عليك أن تتحرى وتسأل وتتأكد، وهذا ليس عيبا، ونتمنى أن تفتح الأمور بسهولة. أنا من حقي أعرف هذا الخاطب شنو سلوكياته، شنو أخلاقه، شنو أموره، لا قدر الله يتعاطى أشياء آثمة، أشياء مؤثرة في حياته أم لا، لا قدر الله عنده سوابق إجرامية أم ليس كذلك. لا بد أن يكون هناك، يعني تكون هناك الشفافية الواضحة. كلنا ترى فينا عيوب وفينا أخطاء وفينا أمراض وفينا مشاكل، لكن معرفة هذه الأمور قبل الزواج خير من أن تنكشف بعد الزواج وتحصل المشاكل ويحصل ما يحصل من أن هذا يقول يعني والله خدعتوني، وأهل البنت يقول والله خدعتونا بالشخص إلى آخره. التحري طيب، وإذا اجتهد الإنسان واجتهدت الأسرة في التحري والبحث والتدقيق ثم وافقوا على الزواج، ثم قام الزواج وتم الزواج، ثم فشل هذا الزواج، اللي عليكم سويتوه، أنتم اللي عليكم سويتوه. لكن لو كنتم قد قصرتم في التحري والتدقيق والسؤال، نعم ممكن الإنسان يعاتب نفسه وممكن يحمل نفسه المسؤولية، ولكن بعد التدقيق والسؤال والتحري ومكاشفة الفتاة ومصارحتها، أيوب عسى الله يحفظك، ترى هذا اللي متقدم الله يوفقنا وياه، فيه من الإيجابيات 1 2 3، فيه من السلبيات يقولون ترى شوية عصبي، ترى كثير السفر، ترى فيه كذا، ترى أي أشياء حتى لو أنت تشوفها عادية، لكن من حق البنت تعرفها، يمكن في نظر البنت ما هي عادية، وهذا أمر طبيعي. لو أن أحدا سألك إيش رأيك في فلان، جيد، أنت في أمور تراها في هذا الشخص تشوفها عادية، لكن ربما من سألك لا يراها عادية، فأنت إيش اللي تفعل؟ من باب النصيحة وبالحكمة أنك تذكر ما فيه وما من خير أو ما فيه من غير الخير من صفات حميدة وصفات تحتاج لي المعالجة، حتى تكون قد نصحت لهذا الأب وهذا الإنسان الذي سألك واستأمنك على ابنته
بأن سألك عمن تقدم لخطبتها. بعد ذلك إذا ما صار توفيق في الزواج ترى الأمور سهالة، وحالات الطلاق ليست دائما تكون عيبا، في حالات صح تكون عيب، في حالات تكون رحمة. لو كان الطلاق على كل الأحوال وفي كل الأحوال يعني قبيحا لما شرعه الله، لما شرعه الله، لكن الله شرعه لحكمة، لأن هناك نقاط يصل إليها الزوجان من عدم التفاهم، عدم التوافق، عدم إمكانية الاستمرار في الحياة الزوجية إلا مع شيء من الكدر والضيق والظلم، ربما في من حيث التقصير في حق الزوج أو في حق الزوجة. هنا يكون الطلاق حكيما بعد أن تستنفذ، بارك الله فيكم، قضية الإجراءات التي تسبق الطلاق حتى لا يقع الطلاق، محاولة الصلح، محاولة التفاهم، محاولة التنازل عن بعض الحقوق حتى تسير الحياة الزوجية بقدر الإمكان. فاصل يسير وأعود إليكم بعده بحول الله. حياكم الله مرة أخرى معاشر الإخوة والأخوات الكرام. نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أحسنكم أحسنكم خلقا، في رواية أحاسنكم أحاسنكم أخلاقا، وخيركم خيركم لنسائهم. عرفنا يا إخواني أهمية الأخلاق وأنها من مقاصد التشريع والشريعة العظيمة جدا، حتى قال فيها عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية صالح الأخلاق. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى أنا ما بعثت إلا لتتميم مكارم الأخلاق، وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى في مقامات ثنائه على نبيه صلى الله عليه وسلم لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم. ولا بد أن ننتبه إلى أن هذه الآية لم يعترض عليها أحد من خصوم النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أعدائه ولا ممن خالفوا دعوته عليه الصلاة والسلام، كلهم يشهدون له بعلو الخلق وكريم الطباع وجمال وكمال الآداب عليه الصلاة والسلام. وخياركم خياركم لنسائهم، في حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من أسباب خيريته وكونه أفضل البشر أنه كان خيرنا لأهله عليه الصلاة والسلام، مع ما حباه الله عز وجل قبل ذلك من مقامات النبوة والرسالة والرفعة وكونه سيدا لولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا من أسباب الخيرية، من أسباب التفضيل بين البشر وبين الرجال من البشر، هو الخيرية للزوجة، الخيرية للأهل. هل المقصود بالأهل هنا الزوجة فقط أم المقصود الكل؟ بعض العلماء قال هذا وبعض العلماء قال هذا، ولكن حتى من قال إن المقصود الكل كل الأهل للأبناء والبنات والأرحام وغيرهم، أن الزوجة يكون لها المقام الأعظم في كثير من الأحيان أن تكون خيرا لزوجتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عقد الزواج هذا العقد هو أعظم العقود، إن أعظم العقود ما استحللتم به الفروج. والله سبحانه وتعالى سمى عقد الزواج سماه الميثاق الغليظ،
وأخذنا منكم ميثاقا غليظا عظيما، ليس أمرا سهلا. وهذا الميثاق وهذا العقد سيسأل عنه الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن أعظم العهود والعقود عقد الزواج، وما يتعهد به الإنسان لزوجته، سواء كان بأصل الشرع أو كان من الشروط التي افترضتها وطلبتها الزوجة وذووها ووافق عليها الزوج عند عقد الزواج، مما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ولا يخالف مقتضيات الزواج. وخياركم خياركم لنسائهم. كيف يكون الإنسان خيرا في تعامله مع زوجته ومع نسائه؟ الجواب في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. دور العشرة بالمعروف واعمل بها في بيتك ومع زوجتك، تكرما ووفاء بعهد الله عليك وما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك أيها الزوج. سنأتي في حلقات قادمة فيما يتعلق بتعامل الزوجة مع زوجها، وكيف أنها ستكون في مقام ربما أعظم من مقام الزوج من جهة التكليف ومن جهة الأوامر الشرعية في ذلك، وسنذكر الأسباب والحكم التشريعية في هذا التفريق بين الأمرين، لأن الحقوق الزوجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هناك حقوق مشتركة بين الزوجين، وهناك حقوق خاصة للزوج، وهناك حقوق خاصة للزوجة. وكل هذه الحقوق أيها الإخوة والأخوات الكرام تصب في مصلحة عظيمة من أجل تحقيق أمرين نص الله عليهما في القرآن. ما هما؟ هما في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة، كل ما يصب في تقوية المودة والرحمة بين الزوجين تجد أن الإسلام يأمر به، وكل ما يخدش هذين المقامين مقام المودة والرحمة تجد أن الإسلام يحذر منه ويمنع منه وينهى عنه من أجل أن تستقيم الحياة الزوجية. وسبحان الله، يعني الأمر نراه ملاحظا: يتزوج شاب فتاة لا يعرفها من قبل ولا تعرفه، وربما أحيانا لم يرها ولم تره، ولكن يجعل الله عز وجل بينه من المودة بعد الزواج الشيء الكثير الذي لا توازيه مودة. ولذلك ليس عيبا أن يفصح الرجل عن محبته لزوجته. البعض يرى أن هذا من العيب، هذا كلام. والبعض ربما أوصى الأزواج، قال: شوف، لا تبلغ زوجتك أنك تحبها، ولا تخليها تعرف أنك تحبها وأنها عندك غالية أو كذا. هذا الكلام فارغ يا إخواني، وكلام مصادم للطبيعة الإنسانية، وقبل ذلك مصادم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، مع أن الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وسادات الصحابة، فهو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه ذلك لأنه أحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته أنه قد يولي الإنسان لأنه أنسب الموجود، مو لأنه أقربهم لي ولا أحبهم إلي، لا، لأنه أنسب من يتولى هذا المكان، سواء في الجوانب العسكرية أو الاقتصادية أو التربوية. ما أدور أحب واحد لي، لا، أنا أدور أحسن واحد في العسكرية وأوليه مثلا، أدور أحسن واحد في الجوانب الاقتصادية وأوليه. لا حتى لو ما بيني وبينه مودة، لكن ما دمت أعلم أمانته وصدقه وحرصه وبراعته وكفاءته في هذا التخصص أوليه. هذا الصحابي لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الولاية وظن هذا الظن، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، الصحابة عنده حضور،
فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هو كان يظن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيقول أنت. فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: يا رسول الله، من الرجال؟ يعني فاجأ في الجواب. لكن شوفوا الجواب يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح عن حبه لعائشة ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. والعلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين عائشة متميزة تميزا كبيرا. كنت في السابق أجريت حولها دراسة وجمعت فيها الأحاديث الواردة في ذلك، وكيف أن عائشة وإن كانت صغيرة في سنها لكن كانت كبيرة في عقلها وحكمتها رضي الله عنها وارضاها. بل إن بعض الغربيين أكتب بحثا حول هذه العلاقة، كيف كانت عائشة، لأن عائشة كانت ناضجة في بدنها وأنوثتها وكذلك في عواطفها، كانت تغار على النبي أشد الغيرة، والمرأة لا تغار على الزوج إلا إذا كانت تحبه محبة عظيمة، وكانت تحسن الردود على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا مرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأعلم إن كنت عني راضية أو كنت عني غاضبة. يعني أنا ترى أدري إذا كنت راضية وإذا كنت ماخذة بخاطرك. قالت: وكيف ذلك رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت لا وربي محمد، وإن كنت عني غاضبة علي غاضبة قلت لا وربي إبراهيم. شوف، حطها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف حرج، لكن شوف براعة الجواب وكمال العقل. فقالت: والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك. شوف الردة، ما أقول رب محمد، أقول وربي إبراهيم. ما أجمل هذه العلاقات الزوجية القائمة على المودة والرحمة. سنواصل الحديث في ذلك ولكن إن شاء الله في الحلقات القادمة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.